من الرجال قادمون. سيوفنا مستعدة لهم إن كانوا أشرارا أو مرحبا بهم. جئنا لنحرس قافلتك حتى الفصات. مرحبا بكم، مرحبا بكم يا رفاق العمر. الحمد لله على سلامتك يا أبا الحارث. الحمد لله على سلامتك. مرحبا بك. والله لقد اشتقنا إليك كثيرا. مرحبا يا رفاق العمر. مرحبا. أهلا بك يا إبراهيم. أهلا بك يا قاسم. على سلامتك. يا مرحبا. كيف كانت الرحلة؟ الحمد لله. مرحبا. مرحبا بكم. لقد جمعتهم وجعلتهم يتركون حرفهم، فالأمير الأعرج يعمل على ألا تصل القافلة إلى الفسطاط. أيفسد في الأرض؟ نعم نعم، هذا هو الثابت يا أبا الحارث. لقد عفوت عنه مرات ومرات، وعفى عنه شعيب مرات ومرات، لكنه هو كالحية الرقطاء، ما إن تدفأ حتى تلدخ. نفد الصبر، وليعلم أننا إن وجدنا عليه شيئا عاقبناه. ماذا نفعل للأمير عبد الرحمن ليعود للحق؟ لا 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 لا، لن يعود. هناك بعض الناس لا يستطيعون التخلص من الشر ليصبحوا أخيارا مهما فعلت لهم. أنسيت ابن سلول؟ لا، لم يردعه أي شيء، رغم أنه كان في أكرم وأشرف الجوار. يجب أن يعاقب حتى لا يظن أنه فوق العقاب. إن حدث منه جديد سلمناه للقاضي. أحكم فيه أنت، فأنت الإمام. لن أكون خصما وحكما أبدا، إن القاضي منزه عن كل هوى، وأنا في هذه المسألة صاحب هوى. لقد شغلنا الحديث في الشر عن الذكر. ما هي الكبائر يا أبا الحارث؟ هذه معضلة، فقد اختلفت الآراء، لكن في رأيي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره، وترك الفريضة المأمور بها على الفور، والكذب والشهادة الزور واليمين الكاذبة. والحديث الشريف ذكر بعضها، فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وعن هشام بن سعد بإسناده عن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام، إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وما معنى اليمين الغموس؟
هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره، وهي غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ومعنى قوله وما حلف حالف يمين صبر. اليمين المسماه يمين صبر هي اليمين الملزمة لصاحبها، كأن يحبس السلطان الرجل حتى يحلف بها، وهي لازمة لصاحبها من جهة الحكم. هذه اليمين ما إن دخل فيها مثل جناح بعوضة من الكذب والخيانة إلا أصبحت بقعة سوداء في قلب من حلفها إلى يوم القيامة. سالم، أريدك أن ترسل من يجرد عمران من بضاعته. لماذا؟ لماذا وعزة قد أصبحت معنا؟ إننا نستطيع أن نجعلها تنفذ لك ما تريده دون أي مخاطرة. العبد الذي كلفته بشعيب. المهم عزة، إنها صديقة عائشة وكانت لقيثارة، لقد أصبحت بيوت الليث الآن مفتوحة لها. اسمع يا سالم، أريد أن أكلف عزة بتسليم شعيب والليث والحارث وعبد الرحمن أيضا، العائلة كلها. أريد لهذه العائلة أن تقتلع من جذورها. أريد أن لا يبقى للليث ذرية على وجه الأرض. نعم نعم، ولكن ذلك سيتطلب منا تدبيرا وتفكيرا. يا سالم، فلندبر ونفكر، وهل تركوا لنا شيئا غير التدبير والتفكير؟ اسمع يا سالم، أرسل عبدا يشتري سما ناقعا. بل نشتري نحن السم حتى لا يشي بنا أحد. مولاي، إن قوله جل شأنه أفلا يتفكرون يحثنا فيه على التفكير الذي يقودنا إلى الإيمان بعظمة الخالق. والتفكير يقودنا إلى إصلاح الحياة وتطويرها. إن الله واسع، سعته لا محدودة، لا تستطيعين أن تحصي أنواع النباتات وأنواع الطيور وأنواع الأشجار وغيرها وغيرها. بل إن البشر، كل البشر، يحمل كل منهم وجها خاصا به، يعطيه ملامحه الخاصة التي تجعله معروفا ومميزا. كم عدد البشر وكم صورة مختلفة لهم. قيثارة. نعم يا مولاي. أنت لماحة ذكية. ألست أسمع لكم وأتعلم منكم؟ أنت تسيرين على الضرب. التفكير إذن يعرفنا سعة خلقه جل وعلا. التفكير يكشف لنا أنواعا من الخلائق كثيرة تفيد حياتنا وتزيدها ثراء ورفاهية. ألا يقف تفكيرنا عند حد معرفة عظمة صنع الصانع؟ هذا بعض المطلوب، وهو يعطينا حسنة الآخرة، لكن تفكيرنا الكاشف لما في الحياة أيضا يعطينا حسنة الدنيا، ونحن نريد في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يرحمنا جل شأنه من النار. إذن ديننا يدعونا إلى التفكير فيما حولنا من بديع صنعه لنعلم ونتعلم. كل يوم أتعلم منك شيئا جديدا. يا
إن مدار العلم كله كلام الله، فهو يوجهنا ويأمرنا، ولو تدبرناه لفزنا فوزا عظيما. لماذا؟ لماذا لم تقتله أيها العبد التعس فتريحنا منه؟ ابتلعتني الحفرة البشعة فانشغلت بالطين وبالخروج منه عن شعيب وزوجته القيصارة. لا يشغلنك عنهما شيء في الوجود أيها العبد. قل لي، هل كنت تراقبهما من مدة طويلة؟ نعم. وهل حقا اعتاد الخروج في الأصيل؟ كثيرا ما يخرجان في الأصيل. سأخرج معك في المرة القادمة. نعم سأخرج معك كي ننهي جزءا من هذه المهمة. تقصد قتل شعيب؟ وستتكفل خططنا بقتل أبيه، ولكن يجب علي أولا أن أحرم شعيبا من الحياة حتى تخلص القيثارة لي. الأمر في غاية البساطة يا سيدي، نرفع الحربة ونقذفها فتسكن جسده وتأخذ روحه وآخذ أنا النقود وتتحمل أنت الوزر. مسألة بسيطة حقا. حقا حقا إنك لأبله. ولكنني سأنفذ ما أمرتني به. ستقسم أرض أمير المؤمنين وأرض زوجته بينكم أنتم الثلاثة، كل يشرف على جزء منها. وأنتم يا أبتي؟ أنا في مرحلة لا وقت عندي فيها للإشراف على الأرض، ستتولون الأمر عني وترفعونه إلي ثم أرفعه إلى أمير المؤمنين. سنأخذ أجرا عن هذا، أما الإشراف الفعلي فلكم. لا أريد أن أطيل في هذا الأمر، فإن أمامي كتبا ثلاثة لا بد لي من مراجعتها مع عبد الله بن صالح وعبد الله بن وهب، كتاب الحديث وكتاب السير وكتاب الحساب. ومكاتب تحفيظ القرآن سيتولاها شعيب، وستكون نفقتها من أجري ومن محصول نصيبي من الأرض. كنت وما زلت أرى يا أبا الحارث أن يكون كل شيء لك وتعطينا نفقتنا، فلا يجب أن يستقل أحد بأرضك في حياتك. بورك في عمرك. بورك فيك، أنا أعرف شدة حبك لأبيك. ليس وحده في هذا يا أبا الحارث. أعلم هذا، لكن استقلال أبناء الليث خير. مولاي، إن زوجتكم تطلبكم وتريدكم على وجه السرعة، وترجو لو أن مولاي أبا الحارث كان معكم. إننا في شغل يا ميسوه. لا بأس لا بأس. هل أخذ عمران دينه عندكم؟ ولنا عنده جزء من التجارة أيضا. هذا يعني أنك حصلت على مال وفير من الرشيد. الحمد لله. أين نصيبي أنا وأولادي؟ لم أوزع شيئا بعد عليها يا أبتي. هل تعطينا مثلهما؟ نعم، على أن أعطي كل ولد من أولادك نصيبا خاصا. بورك فيك، هكذا يجب أن تكون الأمور. لن أقول عنك بعد الآن إنك مسرف متلاف تضيع المال، لأنك كلما ضيعت حصلت على مال أكثر. سبحان الله، ربما صدق المثل القائل كل أبلها مرزوق. يا حارث. نعم يا أبتي. خذ زوجتك من أمامي. انهضي. ماذا ماذا؟ اخرجي. يا عائشة. نعم يا أبتي. ما هي مطالبك؟ ليس لي مطلب سوى أن أراكم في صحة وسعادة. بورك فيك، على أن أعطيك وعبد الملك وعمرا نصيبكم. وأنت يا قيثارة، لك عندنا نصيب ودين. سيدي ومولاي، ألا تكرمني وتضعه في مكاتب تحفيظ القرآن؟ فأنا أريد أن أشكره جل شأنه على ما أنعم علي به بزواجي من ابنكم. أريد أن أجعل هذا المال
في خدمة حفظة القرآن تعبيرا عن شكري لربي. ابحثي لنفسك عن غير هذا، فالمكاتب من مال الليث، تبقى ميسون. لقد وهبتها لي يا أبي وحررته. إن لها نصيبا ولزوجنا أم البنين نصيبا. أنت نصيبي من الدنيا. لا بد لك من ثروة خاصة. ثروة؟ وماذا أفعل بها؟ أنت ثروتي يا أبا الحارث. يبدو أن فترة سفري قد أفادتني كثيرا. انشغلنا بأنصبة أهل الدار ونسينا نصيب الفقراء. لن يحدث هذا أبدا يا شعيب، فاطمئن. سم يكفي لقتل قبيلة. سأجربه أولا في كلب. سم سريع ناجع يريح في أسرع وقت. حذاري أن تلمسه. قلت لك سأجربه أولا في كلب ثم أعطيك أجرك، والآن ستصبح ضيفنا. خذه يا سالم. إلى أين؟ إلى القبو. أرجو ألا تنسى أني جائع. ستأكل وتشبع يا رجل. خذه يا سالم. والآن لنجرب كل وسيلة ممكنة حتى نحقق مرادنا ونقتلهم جميعا، ثم نتخلص من هذا الرجل حتى لا يشي بنا أو يفضحنا. الحمد لله، النيل فاض والخير عميم. إن صلاح مصر من صلاح النيل. كل شيء يسير كما نرجو. الحمد لله. الحمد لله. هل نبدأ الدرس يا إمام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني ابن عجلان عن شيوخه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أخطأ خطيئة تكتب في قلبه نقطة سوداء. نقطة سوداء في القلب كالنقطة السوداء في الثوب الأبيض. فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه. معناه تنظف قلبه إن استغفر وتاب، وإن عاد زيد فيها، أي زيد في النقطة السوداء حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى في قوله جل شأنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بورك فيك يا أبا الحارث. إن عملت خيرا تعودت الخير، وإن ارتكبت وزرا وأصررت على ارتكاب الوزر طمس الفؤاد وفقد شفافيته وعلاه الصدأ. أيها الخطاؤون، توبوا إلى الله وابتعدوا عن المعاصي، تتطهر قلوبكم وتعد لشفافيتها التي خلقها بها الله سبحانه. لا، لا يمكن أن أخون وأضع السم لليث وأولادي. كيف تصورت أن أفعل هذا حتى تحدثني فيه؟ إنك هكذا تعصين أمري. لا طاعة في معصية. كفي، إن هذا الأمر يهم الأمير جداً. لا تحدثني في مسألة السم ووضعه مرة ثانية، وسأنسى أنك تدنيت وطلبت هذا. تدنيت؟ نعم تدنيت.
إن التفكير في الجريمة تدني، والإعازة بالقيام بها إجرام. أين أخلاقكم؟ إن هذا خطير يا سالم، خطير للغاية. إن جاريتك التي تزوجتها خصيصا لكي تساعدنا ترفض أن تضع السم لليث وعائلته، وقد تشي بنا، بل سوف تشي بنا بكل تأكيد، فهي رافضة لكل ما نعمل. إنها تمثل خطرا حقيقيا علينا. عزة جاريتك، وعليك أنت وحدك أن تتصرف معها. أتصرف معها؟ كيف؟ هناك طرق كثيرة يا سالم. احبسها، اقتلها إن لزم الأمر، المهم أن تخرس لسانها بأي كيفية. فأنا لا أريد أن تفسد تدبيري، مجرد جارية. عبد الرحمن، اذهب إلى عبد البصير وأعطه 1000 دينار. الرجل في أزمة والديون ترهقه. الآن يا أبا الحارث؟ نعم الآن، فلا نريد أن نجرح كبرياء الرجل. يا حارث. نعم يا أبتي. إن وليمة اليوم لم تكفي الآكلين. لم أتخيل أن يأكل أكثر من 500 إنسان. لم يكن المحصول جيدا والناس في حاجة، راعي هذا. والآن جاء دوري يا أبي. ابحث عن المحتاجين حولنا لنساعدهم. سبقتك وزوجتي هذه المرة، لكنني أحب أن أخرج بعض مالي للمحتاجين. ونحن كذلك. ألم تبق لي من أساعده؟ ربما لو أرسلت لأبي الفيض في الصعيد وجد لك محتاجا. أما المحيطون بنا هنا وفي شمال الوادي فقد ارتووا من فضل الله. هذا يعني أنك أعطيت كل ما أخذت ومحصولك كله أيضا. والمال الذي رد منكم لقيثارة ونصيبها، وكذلك نصيب عائشة. وأنتم؟ لنا عنده الكثير، فهو الرزاق سبحانه. كم أود يا أبي لو أن عندي مثل جبل المقطم ذهبا، فلا أبقي في مصر صاحب حاجة، وأكون وسيلته جل شأنه لسد حاجة المحتاج وتجفيف دموع الباكين. يا الله، يا معطي، يا منان، أنعم علينا بالقدرة على شكرك، واجعلنا من الحامدين الشاكرين لنعمك وفضلك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. لا أجد جارية، لقد غادرت البيت. ذهبت الليث تشبين هذه المجرمة. لا تعطيها هذه الفرصة يا سالم، اقتلها. أين هي؟ قد ذهبت إما إلى دار الليث أو دار قيثارة. وهذا يعني أنك إن أسرعت أنت والعبيد كلهم في طريق لأمسكتم بها. سأفعل هذا في التو. اقتلها يا سالم، اقتلها. المرأة التي تخرج بليل تخرج لشر. قد كتبت على نفسها الموت هذه الملوثة.
سأقتلك يا جارية السور. ماذا يحدث هناك؟ أنا عبد الرحمن بن الليث بن سعد. ماذا يحدث؟ مستجيرة بك يا سيدي. أنت في أمان. ابتعد عنها يا رجل. امضي لحال سبيلك وإلا قتلتك. يا رجال البلدة، يا رجال البلدة، ابن مولاكم الليث مهدد. جئت لك. إننا معك. نحن قادمون. ماذا فعلت؟ إني كفء لهم. يجب أن يعرفوا من تكون ومدى كثافة رجالك. يا جارية، من أنت وماذا حدث؟ أنا عزة يا مولاي، أجرني من سالم. أليس هو زوجك؟ سيقتلني. لماذا؟ مؤامرة دنيئة. تعال اركب. من هاجمك؟ ماذا بك؟ عدوك. لعله هرب. إنه أجبن من أن يواجهكم. سأقوم بهذه المهمة بنفسي. سأقتلهم هاهينا وأنا بدم بيدي، وسأقتلهم فورا. والعمل فيما حدث؟ فليعمل كل منا على تحقيق هدفه. وهدفي هو قتل الليث وأولاده. ثمة مؤامرة دنيئة من الأمير عبد الرحمن ضدنا. يا ولدي، لقد توفي عبد الله بن لهيعة بن عقبة، قاضي مصر وعالمها، رفيق درب أبيك. أنتم في خطر. يقول الحق جل ثناؤه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤامرة علينا كبيرة، فاسمعني يا أبي. بعد الصلاة على صديق العمر سأجلس لك. أي قلب يرى هذا الجمال ولا يذوب وجدا وعشقا؟ سبحانك مبدع الكون، ما أبدع خلقك. سبحانك مبدع الكون، ما أبدع خلقك. لماذا يرحمك الله؟ أيها الظالم نفسه. لم أكن أقصدها هي. أنت تعس يا رجل، أنت شقي. قذارة. قذارة يا حبيبي، قذارة يا عمري، قذارة، قذارة، قذارة. لقد أردتك. وأنا وسعدت بحبك. وأنا عشت أحلامي
هي من عمري ما. وأنا لم أعرف سعادة قبل. أمي إليك. أريد أن أغادر الدنيا. لقد قتلت زوجتي يا أبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. قتلها ظالم قاسي، وقتل معها صحبة طيبة وحبا عميقا. سينال جزاءه فاصبر، كن يا بني من الصابرين. لك يا رجل قيثارة، لن أجعل الموت يريحك. قيثارة ستكون الميت الحي. طريق الفراعين. كيف تطارد النساء بليل؟ كنت أنفذ رغبة ابن عمي. لو لم تغادر لقتلناك يا شوكة الشر في كل طريق. كيف والأمير عبد الرحمن؟ مكسور العظام مريض. ضعه في قفة واهرب به قبل أن نقتلك ونقتله. أقول لكم ولعبد الله بن صالح وعبد الله بن وهب بخاصة
إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة. عليه الصلاة والسلام. ولقد كتبت لكم وحفظتم عني ما جمعته منه. الحمد لله. وتعليم الناس أمانة، ولقد بدأت هذا وأمرت أبناء الليث وآمركم بالاستمرار فيه. وأهم ما يجب أن يتعلمه الناس القرآن. اجعلوا الصبية يحفظونه في الصغر، ثم علموهم السير والتاريخ. إن شاء الله يا إمام. لقد كان هذا البلد إشعاع نور أضاء الدنيا، وبدأ صناعة حضارتها، ويجب أن يكون مدرسة لطلاب العلم إلى أن يشاء الله فيرث الأرض ومن عليها. يا أبا الحارث، انقطعت بي الطريق وأنا صاحب حاجة. تفضل. شكرا. إني جائع يا إمام. اذهب لدار الليث بن سعد فكل وخذ طعام عيالك، ثم اذهب لأي من أبناء الليث يعطيك عملا يحفظك من ذل المسألة. اذهب إلى المسجد، لا تتقوقع هكذا. معك حق، لا بد من هذا. مولاي. ماذا وراءك؟ مولاي أبو الحارث يطلبك بسرعة. نعم يا أبتي. أكمل ما بدأته. بل تكمله أنت يا أبتي إن شاء الله. بل أنتما. فإني أرى مصر مدرسة علم عظيمة يقصدها طلاب العلم من بقاع الأرض. هل نعد السحور يا مولاي؟ فأنتم تصومون الجمعة؟ إنها الجمعة وليلة النصف من شعبان سنة 75 و100. بل الرفيق الأعلى. إن شاء الله نقضيها في أكرم جوار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الحارث الإمام الليث بن سعد شفافا، فإلى مصر جاء الشافعي ليرتوي من علم الليث، وإليها سيحضر البخاري في جمعه الصحيح للحديث النبوي الشريف، ومسلم بن الحجاج وغيرهم وغيرهم. الإمام الليث أسس المدرسة المصرية وجعلها منارة للدارسين، ووضع أسس الفقه، وأسس قراءة القرآن الكريم بالطريقة المصرية، وأضاف بجانب رواية الحديث والسيرة الحساب، وجلس شعيب ابنه مكانه إماما ومفتيا لمصر رضي الله عنهما. صادق في كل وعد ذو عطاء لا يحد، صادق في كل وعد ذو عطاء لا يحد. اسمه الليث بن سعد قرة في كل حيث سعى لرضا الله، دا هو والنيل ما هبة الله لمصر. قل لمن يجمع مالا ولمن شاد قصورا، إن للحق رجالا يملؤون الأرض نورا، إنهم